كنت أتمنى من الأخ الزميل عز الأطروش زي ما هو بيستشهد بالكتاب اللي هو جابه ده بتاع مين ده عز؟ عشان ما خدتش بال بتاع فريدمان، كان يستشهد بكلامي أيضا من سنوات. يعني الأستاذ عز يعني بيقول لي أنا مرضتش أكرر الكلام. ماشي، أنا ما بقولكش كرر الكلام، أنا بقولك يعني زي ما الراجل ده عامل كتاب أنا قلت، يعني هو مش أحسن مني يعني. إحنا ليه يعني لا، بس حضرتك تستشهد بالصوت والصورة، تجيب اللي أنا قلته عشان الناس تتذكره، لأن أنا قلت في شرحي من سنوات للخريطة العالمية الجديدة، قلت تفكك الاتحاد الأوروبي. بصوا يا جماعة، في حاجة مهمة جدا خلتني أقول هذا الكلام. إيه هي بقى؟ التوقع بوجود حرب عالمية. لو حصلت حرب عالمية في دول في أوروبا هتوافق تدخل فيها، وفي دول مش هتوافق من قلب الاتحاد الأوروبي فهينهار. والكلام ده كله يعني في خلال من سنتين لثلاث سنين هينتهي الاتحاد الأوروبي، خليكم فاكرين طبعا ده. وخليك فاكر يا عز عشان إن شاء الله بعد ثلاث سنين كده تبقى تجيب الكلام اللي أنا قلته ده، أو سنتين.